أنا بدي أقول لك مبروك على الأداء الكبير يلي قدمتوه. فريق صغير بالعمر لكن كبير بالإمكانيات. يوم أنتوا بخسرتوا الرياضي ربح بالنتيجة، بس أنتوا ربحتوا احترام الجميع. أكيد نحن فريق كتير صغير، بعد بده وقت ليصير عنده خبرة اللي عنده إياها نادي الرياضي، عنده أسامي كتير كبيرة وأجانب من طراز عالي كمان. لعبنا قتلنا، كانت كتير حلو الجيم، خلصت آخر ثواني ما توفقنا، الرياضي توفق وبيستاهل اكيد يكون بالفينال والله يوفق جميعا. وين التورنينج بوينت بالمباراه وشو هو السبب يلي خلى الرياضي يتفوق بفارق نقطه برايك؟ نحن ما كنا عم نلعب اللعبه تبعيتنا، نحن كنا عم نلعب التامبو تبع الرياضي على البطيء ليوصلوا على الست اوفنس يلعبونا مثل ما بدهم. وقت لعبنا نحن لعبتنا تقاتل تجيب الريباوند تروح بسرعه على الفاست بريك، نحن هيدي قوتنا، هيدي قوه نادي هوبس. فريق كثير صغير كثير بيركض، عنده هيدي الميزه اذا ما استفدنا منها كل هجمه فيه نحط عليها سله الرياضي. الخبره يعني اكيد لعبت دوره بهيدي المباراه، واكيد اليوم انتم ربحتوا كثير واستفدتوا كثير من المباراه. اذا تكرر هيدا الجيم بنفس الظروف بيفوز فيها هوبس هالسنه؟ اذا كنا موفقين اكيد ليش لا، انا عم نعمل اداء كثير حلو ومنستاهل انه نكون بالفينال. ثانك يو لك.